أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج بانوراما فلسطينية. فقد هدد وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأسبوع الماضي قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية بشن حرب جديدة في حال لم تتوقف المقاومة عن بناء الأنفاق وإطلاق الصواريخ، مهددا بأن الحرب المقبلة في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ستكون الأخيرة وأنه سيدمر غزة بالكامل. وقال أنه في حال توقفوا عن ذلك سيتم بناء ميناء ومطار ومنطقة صناعية، وستكون غزة في يوم من الأيام مثل سنغافورة أو هونغ كونغ الجديدة. واعتبرت حركة حماس أن حديث وزير الحرب الإسرائيلي ليبرمان بأن الحرب القادمة ستكون الأخيرة على قطاع غزة تهديدات فارغة المضمون. وكان ليبرمان وجه تلك التهديدات عبر صحيفة القدس الفلسطينية التي لقيت سيلا من الاستنكار والرفض من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية، واعتبرت المقابلة مع ليبرمان جريمة بحق الوطن وتطبيعا مرفوضا مع الاحتلال. تأتي هذه التهديدات في وقت تشهد العلاقة المصرية مع قطاع غزة قدرا من التحسن تمثل في فتح معبر رفح أكثر من المعتاد خلال العام الجاري، وفي حديث في الأوساط المصرية أيضا عن فرص فتح المعبر لأغراض تجارية في المستقبل القريب، الأمر الذي يربطه كثير من المحللين بحالة الصراع والاصطفاف داخل حركة فتح، ودعما للقيادي الفتحاوي المفصول محمد دحلان الذي أثيرت خلال الأسبوع الماضي العديد من الإشاعات عن تقارب بينه وبين حركة حماس في قطاع غزة. ولمناقشة هذا الموضوع يسعدني الترحيب مجددا بالدكتور نواف التميمي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور نواف أهلا وسهلا بك. أهلا بك. كيف تقرأ تهديدات ليبرمان هذه المرة؟ هل فيها أي شيء جديد؟ يعني هي تأتي في سياق استراتيجية جديدة ربما جاء عاد فيها ليبرمان للحكومة هذه المرة كوزير دفاع، وهي تقوم بالأساس على قضية العصا والجزرة، أو المكافأة والعقاب. بمعنى نحن نعلم بأنه وجه مثل هذا الكلام قبل شهرين يعني لأهلنا في الضفة الغربية، وقال بأن القرى التي تبدي حسن سير وسلوك مع جيش الاحتلال ومع المستوطنين سيتم دعمها وسيتم توفيرها وتسهيلات وإلى آخره، في حين أن القرى أو المناطق التي تترك أطفالها يلقون بالحجارة على جنود الاحتلال وعلى المستوطنين ستعاقب. إذن هذه الخطة، وهو نفس الكلام على فكرة الذي أطلق عبر صفحات للأسف صحيفة القدس الفلسطينية لتهديد قطاع غزة أو لرمي العصا ثم الجزرة أمام أهلنا في قطاع غزة، بالقول بأنه إذا ما استمر يعني ضرب الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل بين قوسين فإن إسرائيل مستعدة هذه المرة لخوض حرب شاملة ومدمرة لتكون هي الأخيرة في قطاع غزة، بمعنى أنها لن تتوقف إلا بالقضاء على المقاومة. وبالمقابل إذا ما استكان قطاع غزة بمعنى وقبل بهدنة مفتوحة وغير مشروطة مع الاحتلال، فإن ليبرمان وإسرائيل سيمنون على قطاع غزة بمطار وميناء بحري، وبالتالي سيتحول قطاع غزة إلى هونغ كونغ وسنغافورة. هذا الخطاب على فكرة جديد بالنسبة لليبرمان، لأنه حتى هو كان وزير خارجية كان دائما يلوح بالعصا، يعني الجزرة لم تكن واردة. الآن ربما عندما اقترب من المؤسسة العسكرية وربما أطلعوه القيادات العسكرية على إمكانيات شن حرب على قطاع غزة وإمكانيات أن تحقق هذه الحرب يعني نتائج ولا تفشل على غرار الحروب الثلاثة السابقة، بدأ يقتنع بأنه إذن السياسة تحتاج إلى عصا وجزرة. يعني نعم، إذا يمكن أن تكون هذه التهديدات وما جاء معها من جزرة تشير إلى أن الاحتلال غير معني بالدخول بحرب في هذه المرحلة مع قطاع غزة
ربما الإقليم لا يسمح في المرحلة الحالية، أو أنه كما تفضلت يعني لا يستطيع ليبرمان، أدرك أنه لا يستطيع حسم الأمور من خلال الحرب. لا، هو يعني هو القيادات الإسرائيلية بما فيها تحديدا القيادات العسكرية والأمنية بعد حرب 2014 توالت التصريحات والفشل الذريع طبعا اللي بني به، يعني بنيت به المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، توالت التصريحات فيما بعد بأن إسرائيل يعني ليست في وارد حرب قريبة أو حرب واسعة مع قطاع غزة. هذا كلام يعني قالوه وصرحوا به الكثير من القيادات كما قلت العسكرية والأمنية الإسرائيلية، ولكن ليبرمان الآن كوزير للحرب في إسرائيل هو يحتاج لقول مثل هذا الكلام. وكما قلت الجديد على ليبرمان كشخص أن يلوح بالخيارات. نعم. اسمح لي أشرك معنا الآن، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد مصطفى الصواف الكاتب والمحلل السياسي. أستاذ مصطفى أهلا وسهلا بك معنا. حياكم الله، تحية لك ولضيفك ولكافة المشاهدين. أستاذ مصطفى، هل يمكن إدراج تهديدات نتنياهو بأي شكل من الأشكال ضمن الأوراق المستخدمة في الصراع الداخلي الفتحاوي مثلا؟ لأن البعض يقول أن واحدة من الرسائل المبطنة لدحلان هو يا أهل غزة اقبل، عفوا لغزة ولحماس اقبلوا بدحلان أو ستكون الحرب النهائية وإنهاء حركة حماس، ما رأيك في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أعتقد أن الصهاينة واليهود عادة ما يستغلون كل القضايا من أجل خدمة مصالحهم، وهذه الرسائل المبطنة التي يرسلها نتنياهو أو ليبرمان أو غيره من الإرهابيين في هذا الكيان هي لا تخفى على الشعب الفلسطيني، وهي جزء من الحرب الممارسة سواء كانت حرب نفسية أو حرب فعلية. وهذا أيضا أنا في ظني حتى لو كان محمد دحلان يعي جيدا ما يقوله نتنياهو لربما اضطهد، وكأن نتنياهو يسوق لدحلان، والتسويق لدحلان أو لأي شخص آخر يعني هو التسويق لعميل يعمل لدى الاحتلال الصيني. عندما يهدد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة محمد دحلان يعني أنه يهدد بعميل، وهذا أعتقد أنه لو كان دحلان لديه من الشجاعة والقوة لرد على نتنياهو، ولكن على ما يبدو أنه جزء من المنظومة المراد بها أن تكون في المرحلة القادمة بعد غياب محمود عباس. وأنت تتحدث عن هذا الموقف القوي ضد دحلان أستاذ مصطفى، ألا تلاحظ أن دحلان الآن في قطاع غزة له يعني التأثير الكبير والحظوة الكبيرة على المستوى الشعبي، بل أن هناك بعض الإشاعات أن بأنه على علاقة قوية وعلى وشك أن يوقع اتفاقية للمصالحة مع حركة حماس، هل هذا الأمر وارد في التفكير الحمساوي في تقديرك؟ وهل وهل ما لمسه القطاع من تخفيف من معاناة الناس على المعبر أو من إطلاق سراح المعتقلين الحجاج مثلا، هل هذا يأتي في سياق مثل هذه العلاقة المحتملة بين حماس ودحلان؟ أنت أبطلت ما قلت عندما قلت إشاعات، والإشاعة لا تؤخذ لا في الإعلام ولا في السياسة. ثم أن أين هي التوسعة التي حدثت لقطاع غزة في الفترة الماضية؟ هؤلاء الحجاج السبعة الذين تم اعتقالهم كان متفق على أن يتم الإخراج أو الإفراج عنهم في حالة فتح المعبر، وعندما فتح المعبر خرجوا، لا دعوة أو لا علاقة لدحلان في هذا الأمر. ثم أن حماس عندما تريد أن تعقد اتفاق مع أي طرف آخر، لو كان هناك اتفاق وشيك على التوقيع مع دحلان لا ما جلس محمود عباس أمس مع خالد مشعل وإسماعيل هنية مع ذلك. وبعدين أن حماس في نفس الوقت لا تتدخل في هذا الصراع الداخلي لحركة فتح لأنها لا تريد أن تكون جزءا منه، لأن في ذلك ما يؤثر على العلاقة الداخلية. أو أقول لك وبكل صراحة، حماس تريد من فتح أن تبقى موحدة، لأن وحدة فتح هي مهمة للشعب الفلسطيني، لكن كيف تحكم وكيف تظهر هذه مسألة أخرى. طيب إذا أنا أقول لك
نعم. إذن بناء على هذا، ما هو تفسيركم للتسهيلات النسبية المفاجئة خلال الأسبوع الماضي، وما تتحدث به وسائل إعلام مصرية عن أن هناك إمكانية لفتح المعبر للتجارة، وهناك 2 مليار دولار متوقع تبادل تجاري بين قطاع غزة، مصر ستستفيد اقتصاديا وستستفيد أيضا سياسيا من خلال ربط ذلك بتقدم العلاقة بين حركة حماس ومحمد دحلان، أليس في ذلك إشارة إلى أن مصر ستغير موقفها من قطاع غزة بناء على علاقة غزة مع محمد دحلان؟ سيدي، منطقتنا هي منطقة متحركة وليست ساكنة، بمعنى أنها متغيرة، في كل لحظة قد يحدث شيء معاكس للشيء الذي كان عليه. انظر أين كان تحالف مصر، كان تحالف مصر مع السعودية والإمارات والأردن بما يسمى بالربعية العربية، بعد أن كسبت العلاقات بين مصر والسعودية أين أصبح التحالف المصري؟ التحالف المصري أصبح روسي إيراني سوري، معنى ذلك أن هناك تغيرات حدثت، هناك واقع اقتصادي رديء وسيء جدا في مصر، حجم التجارة ليس 2 مليار لو تم فتح المعبر رفح بشكل تجاري، حجم تقديرات خبراء ما بين 4 إلى 6 مليار دولار، وأعتقد أن مصر بحاجة إلى كل دولار واحد، وعليه يتم هنا الحديث، ثم أن مصر تريد أن تعود إلى المكانة الإقليمية التي كانت عليه، ولا يمكن لها أن تعود دون الورقة الفلسطينية، فهي تحاول الآن على الأقل خط ود الفلسطينيين، من هو الأقرب إليها اليوم؟ هو قطاع غزة، وهي على علاقة سيئة مع محمود عباس، معنى ذلك هو محاولة، السياسة مصالح، والمصالح تفرض على مصر أن تبدأ تلعب بطريقة مختلفة عما كانت عليه في السابق. طيب، بناء على لعبة المصالح، أختم معك أستاذ مصطفى، هل التقارب مع دحلان فيه مصلحة لحركة حماس في هذه المرحلة أم لا؟ شوف، أنا لا أعتقد أن هناك مصلحة لحركة حماس في التقارب مع دحلان، لكن حركة حماس لا تستطيع أن تمنع أي أحد يمكن أن يقدم مساعدة للشعب الفلسطيني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. هناك مساعدات تقدم للشعب الفلسطيني عبر مؤسسات ربما تكون تابعة لمحمد دحلان أو ممولة منه، ودليل ذلك جليلة، زوجة محمد دحلان هي التي تقوم بمثل هذه الأمر. إذا كنا نقبل هذه المعونات من غير الفلسطينيين وربما الأوروبيين وغيرهم، ألا تقبل ذلك من يحصل بحاجة إلى كل مساعدة؟ فلذلك هنا ربما يحدث اللبس بين الناس حول هل هذا وجود هذه المساعدات له علاقة بتحالف وتعاقد وغير ذلك. يعني أشيع مثلا على سبيل المثال أن هناك سيكون الإفراج خلال ساعات قليلة عن الشبان الأربعة الذين اختطفوا على يد الاستخبارات العسكرية المصرية، ومضت الساعات والأيام ولم يحدث ذلك، وعندما تم الحديث في هذا الموضوع قيل أن محمد دحلان سيكون هو خلف هذه المسألة. واضح جدا أستاذ مصطفى، الفكرة وصلت، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مصطفى الصواف كان معنا من قطاع غزة عبر الهاتف. دكتور نواف، هل تشاطر مصطفى الصواف أنه لم يأتي الوقت بعد لمصالحة حقيقية بين حركة حماس ومحمد دحلان، أم أن في الأفق مثل هذه المصالحة؟ ثم لأن الوقت ضيق ومعناش إلا دقيقة واحدة، ألا تخشى مصر أن يتحول تقديم التسهيلات فيما لو فعلا صدقت الإشاعات أنه في تسهيلات مصرية من خلال معبر رفح، ألا يخشى أن يكون ذلك تجاوز للسلطة وتتفاقم العلاقة السيئة مع محمود عباس رئيس السلطة؟ يعني أنا أعتقد، يعني بدون الخوض في كل تفاصيل يعني هذا الموضوع، أنا أعتقد بأنه كما قال الأستاذ مصطفى، بالنهاية ينبغي أن يكون الهدف هو رفع المعاناة عن أهلنا في قطاع غزة، سواء يعني كان ذلك من قبيل المناكفة المصرية لمحمود عباس، أو سواء كان من قبيل تمرير بعض التسهيلات عبر محمد دحلان لقطاع غزة، أو سواء كان بضغط تركي مثلا، أو سواء كان بوساطات إماراتي، أو بغض النظر، نحن في النهاية نخشى على
أكثر أو حوالي 2 مليون فلسطيني موجودين في قطاع غزة، بات كل شيء من حولهم من ماء ومن هواء ومن غذاء في خطر، وبالتالي أي لمسة حنان كما يقال، أي فتحة في هذا الجدار الأصم هي مشكورة ومحمودة، لأنه لا ينبغي أن يكون لاثنين مليون فلسطيني أن يسقطوا يعني ضحايا ورهائن لخلافات هي كما قلنا في البداية وفي النهاية ليست على مسائل جوهرية أو على استراتيجية، أكثر منها من مناكفات شخصية للأسف. أشكرك دكتور نواف على هذه المشاركة معنا، وكل الشكر للضيوف الذين شاركوا معنا في هذه الحلقة أيضا، ولكم أنتم مشاهدين الكرام على كرم المتابعة، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. هذا زاهر بيراوي، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.